السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة نادر إبراهيم. تعالوا بنا نشوف آخر أسعار أجهزة موبايلات الآيفون في كارفور. ده موبايل آيفون 11 برو، آيفون 11 برو، في توفير 800 ريال، كان سعره 5499 ريال، وصل سعره ل 4699 ريال. الكاميرا 64 جيجا بكسل، وده ايفون 11، ايفون 11 سعره 2999، في توفير 580 ريال، الميموري 128. وده يا جماعة ايفون 11 برو ماكس، في توفير برضو 840 ريال، كان سعره 5939، وصل سعره 5100 ريال، والذاكرة بتاعته 256 جيجا بايت، والكاميرا بتاعته 64 جيجا بكسل. وده ايفون اكس ار سعره 2999، يعني 3000 ريال، 4G، والذاكرة بتاعته 128، وحجمه او مساحته 6.1 بوصة، والكاميرا بتاعته 12 ميجا بكسل. وده ايفون 7، ايفون 7 برضو الجيل الرابع جي 4، وده سعره 1799 ريال سعودي. وده ايفون 9 SE، ايفون 9 SE سعره 2199 ريال، وده برضو الجيل الرابع، والكاميرا بتاعته 12 ميجا بكسل، والذاكرة بتاعته 128 جيجا بايت. وده ايفون 6S سعره 1300 ريال، الجيل الرابع، وشاشته 4.7، وسعة التخزين 32 جيجا بايت. ده ايفون هواوي سعره طبعا رخيص، ده ايفون هواوي واي 6، في توفير 50 ريال، من 499 ل 449 ريال، 32 جيجا بايت، والميموري بتاعته. ده ايفون 8 بلس، ايفون 8 بلس سعره بعد التخفيض 2499، في توفير 470 ريال، والذاكرة بتاعته 108.